هيدا تعاون بين بيروت دي سي وبين المجلس البيئة. هيدي الدورة الرابعة. أول دورة 2019 كانت كتير كتير كبيرة، وكان في كل يوم حوالي 500 شخص، وهيدا الشيء كتير شجعنا. هو مهرجان بيئي وريفي بذات الوقت، وبيخلط النشاطات البيئية والقضايا البيئية مع السينما ومع الكونفرنسات اللي كمان بتناقش شو عم بيصير اليوم بالبيئة. خلال النهار عنا مشي بالطبيعة، كل صباح نروح نمشي بالطبيعة نتعرف على شيء، بس على طول بيكون مش بس مشي تنبسط، هو منبسط بس بيكون كمان حتى نضوي على شيء. يعني ضوينا على الحرايق بمبارح بالمشوي تبعنا، نضوي على مشكل بيئي على طول موجود، منجيب ناس اختصاصية، نرجع نعمل محاضرة بعد المشوي. السنة كان الموضوع العام تبع ريف 2021 كان النفايات وطريقة حلها. شاركت بحملات التنظيف بالغابات، وعملنا ووركشوب نحن وأهالي المنطقة هون عن موضوع النفايات، وكيف إنه موضوع النفايات منه شيء مستحيل، وكيف هو حيوي للاقتصاد المحلي تبع منطقة مثل منطقة القبية. شاركت بوركشوب، نحن كنا عم نحضر لأفلام وعم نتعلم كيف نعملهم، وبعدين عملنا أفلام وعرضناهم بقلب المهرجان تبع ريف. نحن من مال لمينا زبالة ومن مال عملنا فيلم، لمينا زبالة وبعدين عبناهم وبلشنا نحضر كيف بدنا نصورهم وهيك. لمينا كبيات وركوة وجالونات وكتير قصص وخلاطيش، شخصناهم لأشخاص وعملنا فيهم شورت فيلم، وكان شيء حلو انه عملنا شيء بالضيعه، انه بهلا بهالاوضاع وهيك، انه بدل ما ننزل لمحل انه هذا المحل اجى لعنا. شو بدي احكي تحكي، وصلت لدرجه يتخانق علي انا وعارف بالسوبر ماركت. الجائزه الاولى هي لفيلم من دهنه قليله انا شاركت بمهرجان ريف، عملت فيديو الكل حبه، ربحت بالجائزة الاولى. انا عندي شركه اسمها دورها، بجمع البلاستيك التنك فعصن وبيعون زيت القلي، ببيعه للمصانع وهن بيعملوا زيت سيارات. فيلم عملته عني وعن هذا الشيء. أنا كنت مشارك بفيلم بروكسل بيروت يلي انبسطنا كتير، يعني المخرج كمان هو ابن عكار، وأغلبية الشباب يلي مثلوا كمان هن أولاد عكار، كنا مبسوطين إنه هيدا الفيلم عم ينعرض هون المهرجان يلي هو عم يكسر الصورة النمطية عن عكار يلي كل العالم، وخصوصا بعد انفجار التلال كتير انحكى أكتر كمان عن موضوع عكار، وبالنسبة لكتير عالم في هيدا الصورة إنه عكار هي فقر وحرمان، وهذا الشيء مزبوط، بس بنفس الوقت كمان عكار بتعمل مهرجانات سينمائية، بتستقطب عالم من بيروت، بيجي عالم من وين ما كان. هيدا معمل حرير بالنسبة لقبيات وجوار لقبيات له علاقة عاطفية كتير قوية، لأنه اشتغلوا فيه على فترات طويلة. أنا وولد صغير بتذكر كان تضرب الصفيرة تبع المعمل أنه خلص الشغل، وتلاقي الناس راجعة على بيوتها بالقبيات بعكار العتيقة بالبيري بالسندياني حوالينا. هيدا الفستيفال كبر الاسم المنطقة تبعنا اقتصاديا، دعم كتير العالم يلي عندها مشاريع هون. كتير مهم انه الجيل الجديد يرجع يشوفه للمعمل ويشوف شيء ثقافي. وعندنا الدار الداخلي اللي هلا عم نستعمله للعروض، عروض المآكل وللسوق. بظل ازمه اقتصاديه ما بعتقد حدا منا سلم منا، كان في تحدي كبير انه نعمل عشاء قروي بدون لحمه وبدون دجاج وبدون هماك، لانه ما بعتقد حدا قادر بقى يشتريه. كان تحدي كبير وقررنا نرسي على البرغل اللي هو مكون اساسي بمطبخنا اللبناني، وما بنعرف قيمته الحقيقيه، وما بنعرف قد ايه في يكون وقت ينشغل الاكل بحب، قد ايه في زين افخر الموائد. ليلة بختام مهرجان ريف يلي هو خامس نهار بمهرجاننا، مثل ما شايفين ورا في فريق لامي كونسرفاتوار يلي هو فريق كونسرفاتوار محلي، ابتدى نشاطاته تقريبا من شي 3 سنين، بضم عازفين ومؤديين كمان من ابناء المنطقة،
وحبينا نستضيفهم لأنه واحد من أهداف ريف هو أنه نشجع المواهب المحلية تماما مثل ما عملنا بسوق المنتجات المحلية. اليوم في عنا نتاج فني ومواهب فزة جدا الليلة مثل ما عم تشوفوا وتسمعوا. وصلنا لمرحلة الناس ما بقى تتكل على الحكومة المحلية، عرفوا أنه ما حدا رح يطلع فيهم وما حدا رح يحك جلدهم مثل ضفرهم، وبلشوا يتنظموا ويفكروا كيف بيقدروا هن يحلوا مشاكلهم ويدبروا أمورهم محليا. ريف للبيئة للسينما.